اهلا وسهلا بيك الاول في فين هوليوود. فرصه سعيده وشرف كبير ان احنا ان انت تكون معانا هنا. هو شكرا على وقتك. ربنا يخليك. عايزين نعرف منك كده ببساطه، ايمن سمان بدا ازاي ومنين وامتى؟ انا مواليد القاهره، اتربيت في حواري القاهره ولعبت كره شراب. يلا بينا. زي اي حد يعني، معظم زي معظم الناس في مصر، اكلت فول من على العربيه وطعميه طازه من الزيت مقليه. يلا بينا. بس ودخلت مدرسه وتخرجت في كليه سياحه وفنادق، اشتغلت في السياحه شويه، بس كان دايما عندي ميول فنيه. ابتديت كنت بحب المزيكا جدا، ابتديت مع فرقه هيفي ميتال، كنا من اول فرق الهيفي ميتال في مصر. طب ومشوار بقى ويعني وايه اللي خلاك تسيب من المزيكا وتفكر في التمثيل؟ امتى جت هو انا لما جيت امريكا كان لسه برضو حلمي المزيكا، ولعبت مع كام فرقه في شيكاغو وعملنا كام ألبوم موسيقي وطلعنا في تورز. بس وانا في شيكاغو عملت فيلم قصير، مثلت فيه دور صغير، وما كانش عندي اي فكرة عن التمثيل او ايه اللي بيحصل في ورا الكاميرا، فحبيت الموضوع جدا وابتديت ادرس. درست تمثيل في شيكاغو وابتديت اعمل مسرح وارتجال، وبعدين ابتديت يعني اخش جامد في الموضوع، فقررت ان انا اجي لهوليوود عشان يعني to be full time actor. شايف حدا رجع؟ ما بعرف. He says he does not. Alright, well, you know, you make sure you tell him I'm not gonna go anywhere until we do. شوفوا انتوا مرات تروحون لما احنا نروح.